الاستثمار في الرياضه ودخول رجال الاعمال وفتح باب الاحتراف، هل في صالح المنظومه ده على ارضيه بيع نادي الاسيوطي وتحويله للاهرام سبورت؟ في حاجات، في نواحي ايجابيه وفي نواحي سلبيه. ايه الايجابيه وايه السلبيه؟ الايجابيه ان حضرتك دلوقتي ده الفلوس من بره مصر داخله جوه مصر تستثمر في كره القدم. ايوه يعني احنا عندنا كده ما بيننا وما بين الانديه المصريه في دايره، في سوق اسمه سوق الاقتصاد الرياضي او اقتصاد كره القدم. ايوه انت جاي لك فلوس جايه من بره حوالي مليار مليار و500 مليون. الفلوس دي داخله جديده على السوق المصري، الانديه هتستفيد، اللعيبه هتستفيد، المنظومات الرياضيه او المؤسسات الحكوميه الرياضيه اللي هي الانديه، يعني مثلا لما النادي الاسيوطي يشتري مثلا علي جبر وطارق حامد من الزمالك، الزمالك هيخش له 70 80 مليون جنيه مثلا. تمام. لما لما نادي اللي هو بيراميدز ده يشتري مثلا من المصري محمد حمدي واحمد جمعه ب 80 مليون جنيه، النادي المصري هيستفيد، فدي فلوس انتعاشه للاقتصاد بالنسبه للانديه. لكن الناحيه الثانيه بقى النواحي السلبيه، بعدين بقى عندك كيان هينافس الاهلي والزمالك، ما يبقاش زي انجلترا، عندك انجلترا خمس ست انديه بينافسوا على الدوري، فلما تعمل كيان يبقى قوي وينافس مع الزمالك والاهلي دي حاجه كويسه، هتفيد المنظومه وهتدخل فلوس وهتبقى في استثمار جوه مصر احنا ما كانش عندنا اساسا. الحاجه السلبيه بقى الوحيده من وجهه نظري ان هتعمل فوضى في بعض الانديه، ان اللعيبه كلها هتبقى عايزه تروح صحيح نادي جديد. طيب ثانيا هتعلي اسعار اللعيبه اكتر. يا كابتن كريم، يا كابتن كريم، في السعوديه بعد ما خرجوا من كاس العالم مباشره صدر قرار في السعوديه بان الحد الاقصى لرواتب اللاعبين في السعوديه مليون و200 الف ريال، يعني 5 مليون جنيه، احنا بنتكلم في 50 مليون، وارقام انا في تصوري انها تعمل ربكه شديده في السوق الكروي. انا في النهايه كل لعيب بتخيل، انا لما جه الاهلي اتعاقد مع صلاح محسن ب 38 مليون